بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي تلفزيون السودان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المشهد الجديد، حيث انعقدت خلال يومي 13 و14 من أغسطس الحالي جلسات مؤتمر المائدة المستديرة لمبادرة نداء أهل السودان الوفاق الوطني، وهي مبادرة الشيخ الطيب الجد ود بدر. نود من خلال هذه المساحة في هذا المشهد أن نسلط الضوء على هذه المبادرة وما خرجت به من توصيات في بيانها الختامي بعد انعقاد هذه الجلسات التي شهدت مشاركة كبيرة من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن المشاركين من السلك الدبلوماسي المعتمدين في الخرطوم وممثلي بعض الدول وعدد من الشخصيات الوطنية. بدأ نرحب بالأستاذ هشام الشواني رئيس اللجنة الشبابية بمبادرة نداء أهل السودان الوفاق الوطني. مرحبا بك أستاذ هشام. مرحبا بك وأهلا وسهلا ومرحبا بسادة المشاهدين. يعني بدأ نتحدث ونسلط الضوء على المشاركة في هذه المبادرة، وما الجديد في هذه المبادرة؟ طيب، أولاً هذا اليوم 14 أغسطس هو بالنسبة للسودانيين يوم تاريخي، لأنه في هذه المبادرة نحسب أنها مبادرة سعت ومثلت حقيقة كثير من أهل السودان، لأنها أول ما يميزها أنها خرجت من جهة غير سياسية في الأساس، يعني اللي هي خرجت من قوة مجتمعية مكونة من إدارات أهلية ومكونة من طرق صوفية، وكان راعي المبادرة هو الشيخ الطيب الجد من مسيح مضومبان، وهو منارة دينية ووطنية سودانية معلوم تاريخها من زمن الدولة المهدية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها تصنيف سياسي ووضعها في خانة سياسية. فالمبادرة خرجت من هذه القوى الاجتماعية، وهذه الميزة الأولى للمبادرة، خلينا نقول أنها خرجت من هذه القوى الاجتماعية التي استشعرت خطر محدق بالبلاد، خطر لا يخفى على ليس لها غرض سياسي، أي ليس لها غرض سياسي، خرجت من قوى اجتماعية لا تطلب سلطة أصلا. يعني القوى الأساسية التي بعثت هذه المبادرة من إدارات أهلية ومن طرق صوفية ومن كيانات وجماعات دينية سلفية، هذه القوى المجتمعية لا تطلب السلطة بشكل مباشر بأي حال من الأحوال، لكنها كحال السودانيين جميعهم عندها مصلحة في أن السلطة تستقر والنظام السياسي يستقر. ثم وهذه هي الميزة الثانية للمبادرة، أنها كانت نداء للسودانيين أن يأتوا ليضعوا البرنامج، بحيث أنها لم تضع برنامجا جاهزا من البداية، دعت الناس، دعت السودانيين بكل فعالياتهم الاجتماعية والسياسية والفكرية والفئوية، المرأة والشباب والفنانين والمبدعين وأهل الرياضة وإلى آخر ذلك، دعتهم للتفاكر حول القضايا السودانية. ولم تكن فقط في هذين اليومين من يوم 13 و14، بل قبل ذلك عقدت لقاءات منوعة، لقاءات مع الشباب ولقاءات مع المرأة ولقاءات للطرق الصوفية والإدارات الأهلية ولقاءات حتى لأحزاب سياسية منوعة وكتل سياسية كثيرة جدا دعمت هذه المبادرة وتوافقت معها، وكذلك لقاءات مع جهات خارجية مهمة في البلد فاعلة مثل الاتحاد الأفريقي ومثل الإيجاد، هذه اللقاءات دعمت هذه المبادرة وأكدت دورها العظيم باعتبارها مبادرة لحوار سوداني. ففي ميزتين أساسيتين في المبادرة دي، الأولى زي ما قلت لك أنها خرجت من قوة مجتمعية سودانية وطنية، والميزة الثانية أنها كانت نداء للتداعي والتفاكر حول السودانيين، نداء لم يستثنى أحد، لا يحمل أي أفكار مسبقة ضد أي كان من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وكل فعالياتها كانت معلنة، يعني ما في شيء كان جاهز قبل أنه وإلا طرح للإعلام مباشرة، لقاءات الشباب ولقاءات المرأة ولقاءات السياسية، وكل فعالياتها كانت معلنة في الإعلام الرسمي ومعلنة كذلك حتى في السوشيال ميديا، ولا تزال تحمل بداخل هذه المبادرة فكرة الحوار والوفاق بين السودانيين. واليوم كان التتويج النهائي لها، وبالأمس كان الافتتاح لها في اليوم 13 و14 أغسطس، عقدت جلسات وعقدت لجان متنوعة لمناقشة قضايا وأهداف ومرتكزات التي دعا لها نداء أهل السودان، من أنه كيف نحن نتوافق على إدارة المرحلة الانتقالية. مشاركة الشباب في هذه الجلسات كانت مشاركة فاعلة، الشباب نحن بنأكد الكلام ده، بنكرره دائما، أنه الشباب ما فقط الموجودين في المدينة، وأنه الشباب السوداني ما فقط الشباب اللي موجود واللي عنده صوت عالي
مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في شخصيات وايقونات رمزيه، لا، الشباب فئه واسعه موجوده في الباديه وموجوده في الحضر وموجوده في الريف وموجوده في القطاع التقليدي، وبالتالي احنا ساعدنا تمثيل في تمثيل حقيقي لفئه الشباب. نعم. بقدر الامكان مع التحفظ على حاجه مهمه المبادره، لانها مبادره يعني الدافع الاساسي لها دافع اخلاقي ودافع شرعي. لم نكذب على احد وندعي باننا سنمثل كل الناس، يعني ما تم ولن يتم باي حال من الاحوال، ولن ندعي باننا نحن بنمثل كل الناس، نحن نعم. بنقول نحن سعينا لتمثيل غالب المواقف، وكذلك سعينا لتحقيق حقيقه بسيطه انه ما في جهه حتمثل كل الناس، فبالتالي ده اكبر دافع للحوار. لابد كل الناس تجلس مع بعض. بالضبط كده، يعني اكبر دافع للحوار هو شنو؟ هو انه ما في زول حيمثل كل الناس، وما في زول حيرضى بتمثيل كل الناس. فبالتالي حتى اللي البعيدين او اللي كانوا متطرفين او بنعتبرهم نوعا ما كانوا بعيدين، نحن سعينا لتاكيد انه في موقف زي ده موجود في السودان، هو موقف سوداني. نعم. الموقف اللي رافض للحوار مثلا، واللي ما شايف الحوار حل، الموقف ده هو موجود. وكونه هو موجود ونحن ممكن نناقشه، يبقى هو بطريقة ما وكأنه ممكن يقبل بالحوار، فما في أفق للعملية السياسية السودانية غير الحوار. عشان كده أكدت المبادرة إنه الأفق السياسي بالذات وسط فئة الشباب، وزي ما حنشوف بعد شوية وسط الأحزاب السياسية وحول التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية، نعم، الحوار هو الأفق الوحيد للعملية السياسية اللي بيلم كل السودانيين في المرحلة الحرجة دي. نعم. لكن هنالك جهات أشارت إلى أن البعض يقف وراء هذه المبادرة من القوى السياسية التي لها أهداف. ما صحيح، يعني طبعا هو التخوف ده موضوعي. نعم. احنا ذاتنا نوع يعني تأكيد لفكرة الحوار والإفاق بين الناس، بنفتكر التخوف ده تخوف موضوعي، ما 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 بنتهم من يقول هذا الاتهام بأنه هو شخص غير مدرك، ما بنتهمه كده، بنفتكر. نعم. التخوف ده موضوعي لأنه في الفترة اللي فاتت نحن شفنا أكاذيب كثيرة وإشاعات كثيرة. نعم. والبيئة السياسية عموما بيئة مسممة، يعني حتى كل من يتحدث الناس تسأل وين الزول ده منه، مصلحته شنو، لكن الحقيقة واضحة للناس. إنه أصبح هناك تشكك. أيوة، أصبح تشكك، التشكك. نعم. ده حالة عامة في السودان، وده جزء من فساد البيئة السياسية، إنه البيئة السياسية الليلة مسممة. فإصلاح السياسة واحدة من أهم البنود اللي طلعنا بها الليلة، وزي ما حنين نتكلم إنه عملية الإصلاح السياسية. لكن رد على هذا الاتهام إنه المبادرة وراءها اللجنة التنفيذية المعلنة للجميع بقيادة وبرئاسة الشيخ الطيب جدا، وهذه اللجنة التنفيذية لجنة أعمالها كانت واضحة ومهمتها بسيطة جدا، إنها تنسق اللقاءات والحوارات بين السودانيين فقط. نعم. نعم. ما عندها أي مهمة أكثر من كده، كانت برئاسة الدكتور هاشم الطيب قريب الله كلجنة تنفيذية، والمبادرة ككل برئاسة الشيخ الطيب الجد، وكل اللجان التي عملت والتي نظمت هذا المؤتمر كانت معلنة، والمؤتمر نفسه كان مخرجاته معلنة للناس. فالمبادرة لا يمكن اصلا يكون وراها انسان، لانها ما عندها برنامج. نعم. واضح وضعته، هي دعت فقط للحوار، ما في زول بيدعو للحوار وبالضروره يكون وراه ناس. نعم. بيكون وراه ناس، ده دي جهه بتكون عندها اصلا تصور مسبق جاي تفرضه على الناس. نعم. المبادره لم تكن كذلك يعني. نعم. استاذ هشام الشواني، يعني هل تمت مخاطبه جذور الازمه السودانيه ام ان الامر لم يتعدى تظاهره سياسيه وجمع الناس في مائده مستديره؟ تمت مخاطبه المشكله السياسيه القائمه اليوم. نعم. لأنه واحدة من أهم المداخل السليمة للمشكلة السياسية القائمة اليوم هو مدخل الحوار والتوافق بين الناس. نعم. عشان نتفق على إدارة المرحلة الانتقالية، نتفق على أهداف ومرتكزات كلية تحقق السلام وتستكمل السلام ببعض جوانب القصور اللي فيه وتستكمله، وكذلك تحقق ما ذكرت التوافق بين الناس، وتدعو إلى توافق حول العملية الانتخابية وتوافق حول معايير ومهام وبرامج الفترة الانتقالية. المدخل السليم ده. نعم. ده اللي بيهيئ البيئة لمناقشة مستقبل الدولة السودانية. يعني المبادرة ما حتجي تدعي وتقول إنها هي كمبادرة لوحدها حتكمل كل ما يجب أن يقال عن الدولة السودانية. هي تفتكر إنه خلال هذه المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة خطيرة على السودان ومهدداتها. نعم. كثيرة، من الأفضل ومن الأوفق للسودانيين إنه يقعدوا مع بعض وهم اللي يخاطبوا جذور الأزمة، لأن التصورات حول جذور الأزمة السودانية ومشكلتها والواقع اللي فيه البلد من ضعف في العملية الاقتصادية، من تدهور سياسي وفي المؤسسات العامة للبلد، من حتى تهديد للوحدة الوطنية والقومية، من احتراب أهلي بين المكونات الاجتماعية في بعض الأماكن، كل هذه المهددات في اتجاهات سياسية ومثقفين وفعاليات اجتماعية سودانية عندها تصورات حولها. نعم. وحول جذور هذه الأزمة، قد تتقارب وقد تختلف، لكن المدخل السليم، فالمبادرة هي حددت المدخل السليم للمرحلة الانتقالية،
وقالت مهام المرحلة الانتقالية إنه نحن نتوافق عليها على حكومة معينة غير حزبية عشان نصل لانتخابات بأعجل ما يكون. فبالتالي أنا بفتكر إنها خاطبت جذور المشكلة السياسية الراهنة حاليا ووضعت المدخل الصحيح للحل السياسي. نعم. كان هنالك يعني عدد من المبادرات طرحت، ويمكن جاء إعلان هذه المبادرة، مبادرة نداء أهل السودان، بعد ورشة عقدتها الحرية والتغيير المجلس المركزي. تم في هذه الورشة تقييم فترة تولي الحرية والتغيير للفترة الانتقالية خلال عامين تقريبا. يعني لو حاولنا أن نقرأ المناخ العام، هل هنالك نقاط مشتركة بين ما جاء في ورشة التقييم وبين ما جاء في هذه المبادرة؟ أفتكر النقاط المشتركة لو تحققت أو توفرت الإرادة السياسية بين الفاعلين السياسيين، النقاط المشتركة موجودة. ما الأمر ما بالحدة ولا بالتطرف اللي بعض الناس بينظروا له، في نقاط مشتركة، لكن يجب أن تتوفر إرادة سياسية للحوار الوطني، وده اللي دعت له مبادرة أهل السودان. نعم. إنه دعونا نتحاور طبعا، وده شيء جيد إنه تيار سياسي سوداني زي قوى الحرية والتغيير يقيم ورشة ويراجع تجربته، وكذلك يقيم ورشة حول تصوره للمرحلة الانتقالية والدستورية، ده أمر جيد جدا. وبالتالي المبادرة أصلا لا تدع حواجز ومتاريس بينه وبين أي فعل سياسي سوداني. نحن نشجع هذا الفعل، لكن الأوفق، وكذلك الدعوات وصلت لقوى الحرية والتغيير بالمشاركة، إنه نستمر عملية الحوار مع أبعد الفاعلين في الساحة السياسية. لأنه لو نحن ثبتنا مقدمة بسيطة بتقول إنه السودانيين الليلة ما في جهة سياسية واحدة حتتكلم باسمهم، ولا في جهة سياسية واحدة حتتكلم باسم الثورة. يعني ما في زول حيجي يقول والله أنا بمثل كل الثوار، أو بمثل كل الثورة، أو بمثل القوى الحية، أو يدعي وصايته على هذه الثورة، أو يمثل الشعب السوداني كله. الادعاء ده ادعاء خطير، ما في زول بيقدر يجرأ يقول العملية دي. فلو اعترفنا الاعتراف ده حنثبت حق قوى الحرية والتغيير في بكل أفروعها، يعني هي ثلاث أفروع حاليا، حق قوى الحرية والتغيير باتجاهات الثلاث في الحديث وفي الفعل السياسي، وسنثبت كذلك حق فاعلين آخرين في العملية السياسية. نعم. وحق كل الشعب السوداني بما فيه حتى الفعاليات المجتمعية، لأنه عندها دور الوطني، يعني زي ما قلت لك في البداية. فالمقدمة دي لو اتفقنا عليها إنه ما في جهة واحدة هتمثل كل السودانيين، دي أكبر مقدمة بتدفع نحو الاتفاق حول موضوع الحوار. يعني المبادرة دي قالت الحوار ما مجرد موعظة ولا فكرة أخلاقية سليمة، هو كذلك طبعا. نعم. ولا مجرد حكمة من الشيوخنا وإداراتنا الأهلية وطرقنا الصوفية، ما مجرد حكمة زي دي، هو ضرورة موضوعية كمان، هو ضرورة موضوعية، وضرورة مرحلة، وضرورة مرحلة، من غيره قد لا نجد السودان، وهذا أمر بإذن الله أن يحدث. فبالتالي ما قامت به قوى الحرية والتغيير أمر جيد سياسيا، أمر جيد معقول. نعم. محترم أنه تناقش أفكارها، تقيم تجربتها. تقيم. نعم. تجربتها، هذا أمر جيد، وقد يختلف معها البعض في طريقة التقييم أو في منهجية التقييم. وكذلك يعني حتى الأمر ده وثقافة الحوار دي لو انتشرت بين القوى السياسية، قد تستطيع قوى الحرية والتغيير إصلاح نفسها بأكثر، أعتقد، يعني لأنه انقسام ده دليل على غياب الحوار الداخلي فيما بينهم. وليت ذلك يحدث في كل القوى السياسية. كل القوى السياسية. نعم. في اليمين وفي اليسار، يعني حتى. نعم. التيارات الاجتماعية والتيارات، في انقسام وتشظي عام في الحالة السودانية، بما فيها حتى الكتل الثورية، في تشظي وانقسام لا نهائي في العملية السياسية السودانية. السودانيين ديل الليلة لو خدت الكرة وطب البلدي كده، يعني قد يكتشفوا إنه في كتلتين ثلاثة نفس الطرح ونفس الكبيرات بيمثلوا كثير جدا من. نعم. الفاعلين. كتلة تمثل القوى المحافظة في السودان، كتلة تمثل القوى اليسارية في السودان، كتلة تمثل القوى اليمينية في السودان، كتلة تمثل القوى الليبرالية في السودان. هذه الكتل الكبيرة إذا نظمت نفسها، دل بيدي العملية السياسية حياة جديدة وتنوع وازدهار في مصلحة البلد. فبالتالي نحن نعترف، المبادرة دي بتعترف في مقدمة الأولى بالحق الأصيل للقوى اللي بتمثل قوى الحرية والتغيير في الفعل السياسي، وبتعترف كذلك بحق. نعم. غيرها في الفعل السياسي. ف يعني نسأل الله. لو سألنا تحديدا عن موقف الحزب الشيوعي، وقد أعلنتم أن الدعوة قد وجهت للحزب الشيوعي للمشاركة في مؤتمر الميدان، الدعوة المسجلة. وجهت لكل الأحزاب المسجلة والحالة. نعم. ووجهت كذلك حتى للتيارات السياسية والمجتمعية غير المسجلة، لكن كل الأحزاب المسجلة وصلت الدعوة بما فيها حتى الحزب الشيوعي. وأيضا الحزب الشيوعي وهو فصيل منشق عن قوى الحرية والتغيير حاليا، أيضا أنا ينطبق عليه، وقلته قبل شوية، إنه في النهاية هو عنده تصور لتغيير جذري في البلد،
تصور معين يختلف معه بعض الناس، حتى في جذريين ما بينتموا للحزب الشيوعي وكذا، فبندعوهم يعني المبادرة بتدعو الموقف ده للحوار، يعني بتدعو الموقف اللي بيسمي نفسه الموقف الجذري اللي بيفترض انه عملية التغيير في السودان هي عملية يجب انها تكون يعني السلطة القائمة تدمر تماما وتغير بسلطة جديدة ايا كان تصوره للعملية دي كيف. ده موقف، موقف فكري في النهاية، موقف تصور سياسي بتقال يعني زي ما انا بتكلم هسي. وفي موقف ثاني اصلاحي تدريجي بيفتكر العملية ما بتتم بالطريقة دي، بتتم بانتقال تدريجي تمرحلي توافقي نحقق فيه توافقيات أساسية من ضمنها طبعا العدالة الانتقالية والمحاكمات والمحاسبات والمصالحة. التصورين ده، التصور الإصلاحي والتصور الجذري مع تصورات أخرى توافقية وغيرها، التصورات دي يجب إنها تتحاور فيما بينها. يعني عايزين نشوف في تطرح على المائدة، تطرح على المائدة، عايزين نشوف في المائدة إيه، عايزين نشوف زول يجي يقدم لنا حجج منطقية لضرورة تغيير جذري يدمر أو يكسر السلطة القائمة ويستبدلها بسلطة جديدة. دي ما يطروحها في ناس بيقولوا كده، يجوا يقولوها. وفي طروحة مضادة بتقول لا العملية ما كده، العملية تدريجية. الحجج دي تحشد كل الحجج المنطقية والعقلانية والموضوعية وتطرح للنقاش. شعب السودان شعب ذكي وشعب فطن، يستطيع أن يميز بين كل هذه الرؤى ويختار اللي بيعجبه منها أصلا. دي العملية السياسية عاملة كده. فبالتالي كما ذكرت لك أنه حتى موقف الحزب الشيوعي هو مدعو للحوار، ومو الحوار بتاع 13 و14 أغسطس بس، بل بالعكس عملية الحوار دي أصلا هي فكرة صحيحة ومستمرة، هتستمر وتتواصل بين كل الناس ويجب أنها تستمر بما فيها حتى زي ما ذكرت لك الحزب الشيوعي ولا القوى الجذرية. ونحن لاحظنا حاجة حتى في دعوتنا لبعض القوى الجذرية، وده للأمانة يعني أنه في تخوف. التخوف ده ما من الحوار ولا حتى من المبادرة ولا من الأشخاص القائمين على المبادرة، في تخوف فيما بينهم، لأنه في نزعة بتاعت مزايدة بين الناس، وفي نزعة لا أخلاقية في اغتيال شخصيات الناس. يعني الليلة في ناس وقالوا لنا الكلام ده بيخافوا أنه يحاوروا آخرين، ما لأنهم ما متفقين معهم وما لأنهم بيكرهوهم، لأنهم خايفين من رفاق لهم أو زملاء لهم يشيطنوهم يقول لهم أنتوا عملتوا كده. الناس خايفة بالذات في جو السوشيال ميديا وجو اغتيال تخصيه، فده جزء من فساد البيئه السياسيه. فلو تحلل الفاعل ده بالشجاعه شويه وخطى خطوه لقدام في مصلحه البلد بيكون شيء كويس جدا، الناس ما تخاف. الحوار ده فكره سليمه نقبل عليها. واصلا اذا كان الموقف الجذري ولا الموقف الاصلاحي دي مواقف واثقه من نفسها وعندها حجج قويه تطرحها للعلن طوال في المائده، وغالبا اذا هي الحجج قويه الفاعل السياسي والناخب السوداني والمواطن السوداني يستجيب للأمر ده وبيفهمه طوالي أصلا. ما دارت من ثلاثة أستاذ هشام شواني، يعني في الوقت الذي صدر فيه يعني بيان مؤتمر المائدة المستديرة لمبادرة نداء أهل السودان الوفاق الوطني، هنالك بعض القوى السياسية دعت لاجتماعات تعلن من خلالها حكومة تصريف أعمال وإعلان رئيس وزراء متفق عليه. هل هنالك تواصل مع هذه الجهات؟ محاولة التوفيق ما بينها وبين ما جاء في هذا البيان الختامي؟ أيوة طبعا، هو البيان الختامي والمخرج الأساسي للمؤتمر المائدة المستدير هو يعرف بإعلان سياسي لنداء أهل السودان. والإعلان ده اتكلم كلام كثير حنفصله بعد شوية عن المرجعية الدستورية عن غيره، لكن فيما يتعلق بالحكومة الإعلان اتكلم عن ضرورة التوافق على معايير أولية للاختيار قبل ما يحدد الاختيار ده منه. وعملية الاختيار نفسها تخضع لتوافق كامل وترشيحات وخلق آلية للاختيار في لشخصية رئيس الوزراء. لكن المهم في المبادرة واللي طلعت به ما سمت زول ولا اختارت زول، لكن وضعت معايير، وضعت انه لازم يكون شخصية مستقلة غير حزبية، وشخصية ذات كفاءة وطنية، يعني شخصية عندها كفاءة وعندها مقدرة وعندها خبرة، وكذلك شخصية توافقية وسطية معتدلة، ما شخصية متطرفة، وشخصية يعني قد تقبل كل التنوع السوداني ده يقبله، وكذلك شخصية عندها جواز سوداني ما عندها جواز أجنبي، شخصية وطنية ذات جواز سوداني. والنقطة دي أثارت بعض الخلاف إنه ليه يعني ده ما عنده ما وطرحت من قبل ده ما بيعني أيوة وطرحت ده ما بيعني إنه الشخصية السودانية اللي عندها جواز أجنبي هي شخصية غير وطنية، ما بيعني كده، لكن بيعني لحساسية هذه المرة بالذات في شخصية الوزراء، ودرءا لتعارض المصالح كما رأينا من قبل، ودرءا للتدخلات الخارجية. من الأفضل يكون، وهذه نقطة خاضعة للنقاش وتستمر تخضع للنقاش والحوار، إنه يكون شخصية وطنية تحمل جواز سوداني فقط ولا تحمل جواز أي دولة أجنبية أيا كانت هذه الدولة. فالمعايير دي وضعت، وبالتالي القوى السياسية اللي داخل المبادرة والقوى السياسية اللي دعم المبادرة من الخارج والقوى السياسية اللي ما حضرت مؤتمر المائدة المستديرة، إذا توجهت في هذا التوجه ده يكون شيء ممتاز جدا، انه يتحاوروا فيما بينهم
لاختيار الشخصية التوافقية اللي تصلح لإدارة مرحلة انتقالية. والإعلان كذلك السياسي ذكر أن المرحلة الانتقالية تستمر مدة 18 شهر فقط. نعم. يعني 18 شهرا هذا هو أجل المرحلة الانتقالية. اللي قبل ال 18 شهر تقام انتخابات، لأنه الشرعية الديمقراطية وعملية الانتقال الديمقراطي 18 شهر تبدأ من متى؟ تبدأ منذ إعلان نداء أهل السودان، أو منذ التوافق على إعلان سياسي ودستوري. نعم. يعلن في البلاد. ما هو اللي مبادرة أهل السودان طلعت إعلان سياسي، فيه إشارات دستورية متنوعة كثيرة حنذكرها، لكن هذه المبادرة منذ أن يتم التوافق حولها ومناقشتها بمزيد من التوافق وإعلانها كإعلان سياسي أو دستوري يحكم البلاد، منذ هذه اللحظة تحسب 18 شهرا، وخلال هذا الأجل تقام الانتخابات لتأتي بالدارين السودانيين دايرين منه يحكم يجي عبر الانتخابات. نعم. الفترة حقت 18 شهر دي الشرعية السياسية اللي فيها تسمى شرعية التوافق، ما شرعية الثورة مثلا، الشرعية الثورية اللي ما قادرين نعرف بالضبط يمثل منه، ولا شرعية المزايدة على أيوة، شرعية أهل السودان. نعم. شرعية الوفاق بين أهل السودان. نعم. فبالتالي دي معايير عن الحكومة. طبعا الإعلان السياسي كذلك تحدث عن، ودي نقطة مهمة جدا، تحدث عن مرجعية دستور 2005 بعد المواءمة والتكييف. أيوة. نعم. بعد المواءمة والتكييف. نعم. مع الاتفاقيات السلام، وحتى مع بنود وثيقة 2013. نعم. كل تجارب الدستورية قبل دي قبل أن نطلب أستاذ هشام الشواني للمحاور والنقاط التي وردت من توصيات في هذا البيان الختامي لمؤتمر المائدة المستديرة لمبادرة نداء أهل السودان الوفاق الوطني، نعود إلى غرفة التحكم نتابع هذه المادة ومن ثم نواصل الحديث. السودان وطن يسع الجميع. قبل أن أتابع هذا الحديث وهذا الحوار مع ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ هشام الشواني رئيس اللجنة الشبابية بمبادرة نداء أهل السودان الوفاق الوطني، أرحب على خط الهاتف بالأستاذ إبراهيم آدم إبراهيم رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد. مرحب بك أستاذ إبراهيم. مرحب بكم ومرحب بالإخوة في الاستوديو والأخ الضيف أخونا الشواني. نعم. ونرحب بالمشاهدين. سعداء نسمع صوتك في هذه الحلقة من المشهد اليوم، وأنت تابعت مخرجات المبادرة، وهل هنالك إضافة جديدة في هذه المبادرة بالمقارنة مع المبادرات الأخرى حتى نحقق التوافق ونحقق الانتقال الديمقراطي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المبادرة من تسميتها مبادرة أهل السودان. نعم. لكل أهل السودان، والشخصية التي قدمت هذه المبادرة الشخصية كاد يكون هي شخصية غير سياسية، شخصية ليس برئيس حزب ولا ينتمي إلى، وليس له طموح سياسي، بل هو شخصية قومية نادت كل أهل السودان. ونحن أنا من المشاركين حقيقة حزبنا شارك بهذه المبادرة وناقش كافة الأوراق التي قدمت في المبادرة والتوصيات والإعلان السياسي. ونحن بننشد حقيقة السودان الآن فيه صراع سياسي. نعم. صراع سياسي انعكس على كافة الأوضاع الاقتصادية والطبع الأحوال المعيشية للمواطن والأوضاع الأمنية في البلد. والآن السودان في خطر كبير جدا يكون أو لا يكون، والسودان مقبل حقيقة
لولا اذا لم يتدارك ابناء الشعب السوداني الى منزلق خطير جدا يهدد وحده وامن السودان. فبالتالي تنادينا لهذه المبادره وقلنا مبادره اهل السودان، وهذه المبادره ضد الاقصاء لاي جهه كانت. الوضع الان الموجود في السودان ما اضر به الا الاقصاء ومحاوله فرض الايديولوجيات ومحاوله طبق البرامج الحزبيه والانتقام السياسي وتصفيه الحسابات. فبالتالي استبعدت هذه المبادره هذه الفرضيات المدمره ومبادره لكل ابناء السودان، وقابله لانضمام اي جهه من السودان ممكن ان تضيف لهذه المبادره لكي نحقق التوافق الكامل والتام لابناء الشعب السوداني. فاي احاديث عن هذه المبادره، مبادره بتاعت حزب معين او وراها جهه معينه او وراها الذين شاركوا في النظام السابق، ده حديث اصلا اعتقد حديث مفرق وحديث لشيطنه اي ممكن يقدمها السودان للسودانيين، لكل ابناء الشعب السوداني. وينبغي على كل ابناء الشعب السوداني ان يشاركوا في اللم العام. القضيه ما قضيه شخصيه ولا قضيه حزبيه، قضيه وطن. يجب علينا كلنا ان نتنادى، والكل شارك في النظام السابق، كل التحالفات الاخرى والتنظيمات الاخرى شاركت في مراحل مختلفه للنظام السابق. فدي مرحلة وهذه الجراحات. إذا قارنا أستاذ إبراهيم آدم إبراهيم رئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد بين توصيات ومخرجات مؤتمر المائدة المستديرة الذي اختتم أعماله اليوم، وما تم من مخرجات في الحوار الوطني الذي كان في فترة الإنقاذ، والله أنا بفتكر مخرجات الحوار الوطني كانت لو طبقت لأخرجت البلاد من الأزمة، وما كان وقعنا في هذه الأزمة. كانت مخرجات أنا أفتكر طيبة جدا، ناقشت كل القضايا بكل ريحية وبكل هدوء، وكل قال ما أراد أن يقول. لكن للأسف أنه مخرجات الحوار الوطني لم تطبق التطبيق الكامل، وحدث ما حدث. الآن بنفتكر أنه هذه المخرجات مخرجات وطنية خالصة جدا، تحدثت عن أسس ومعايير، وتحدثت عن فترة انتقالية محدودة المهام بمهام محددة إلى أن توصل الناس الانتخابات. أنا بفتكر أي حديث عن الانتقال الديمقراطي الممجوج بدون الحديث عن الانتخابات ما عنده معنى. كثير جدا الناس يتحدثوا عن الانتقال الديمقراطي ويريدون أن يمددوا الفترة الانتقالية إلى أن ينفذوا كافة برامجهم، وهذا لن يحدث أبدا، لانه سيولد دقائن وقبائل ويولد استقطاب مضاد. طيب ما هي يعني آلية التواصل مع الذين لم يشاركوا في هذا المؤتمر لتحقيق التوافق الوطني حول هذه المبادرة؟ لدينا آلية، اللجنة العليا، ونصينا على ان تكون هناك لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الحوار. هذه اللجنة منوط بها التواصل مع كافة الجهات التي لم تشارك في هذه المبادرة، وايضا رئيس صاحب المبادره ايضا له الحق في ان يواصل وان يدعو كافه الممانعين للانضمام لهذه المبادره وبارائهم وبافكارهم، مش انضمام بتاع توقيع فقط. نحن نريد اراء الناس واتفاق الناس ونصل الى المشتركات، الحد الادنى. الشعب السوداني ده متعدد ومتنوع وفيه قوى سياسيه مختلفه ذات برامج مختلفه، لكن هناك ما يجمع بينهم في المشتركات. هذه المرحله مرحله المشتركات والحد الادنى. الاتفاق الكامل لن يحدث اصلا ما دام هناك تنوع وتعدد، لكن يجب علينا ان نتفق على المشتركات وعلى برنامج الحد الادنى للوصول الى اتفاق الحد الادنى، ونصل الى حكومه ذات مهام محدده توصل الناس الى الانتخابات. وحكومة كفاءات؟ حكومة وضعنا أسس ومعايير كما تحدث الضيف. وضعنا معايير لهذه الحكومة تكون حكومة كفاءات يعني متوافق حولها، كفاءات مستقلة عندها رؤية. أهم حاجة لا بد من تكون هناك رؤية للفترة الانتقابية. الشخصيات التي تتولى ينبغي أن تكون لديها رؤية ولديها الكفاءة ولديها ما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار بمعايير ما وضعناها. وينبقي وحتى يتحقق ذلك، ما المطلوب من الأحزاب السياسية والقوى السياسية كافة خلال هذه الفترة؟ الأحزاب السياسية عليها الرجوع لجماهيرها، بفتكر أنها تدعم الفترة الانتقالية. قول لها الأحزاب السياسية وتمكن الحكومة الانتقالية
من تحقيق مهامها من تكوين للمفوضيات، وهذه المفوضيات من ضمنها مفوضية الانتخابات وسن القوانين وإجراء المسح السكاني. يجب علينا أن ندعم هذه الحكومة ونحقق لها الاستقرار على أساس أنها تحقق مهامها. بالطرف الآخر على الأحزاب أن تلجأ إلى قواعدها وتلجأ إلى تنظيمها وتستقطب ما تستقطب من القواعد والجماهير والاستعداد لمرحلة الانتخابات. ما في حزب سياسي بيدخل حكومة بيحكم بدون انتخابات، لا بد من انتخابات. والتحول الديمقراطي انتخابات، فما في يعني اي الانتقال الديمقراطي والحديث عن الانتقال الديمقراطي بدون انتخابات. والصناديق هي الحكم في النهايه، الصناديق هي الحكم. واي عزل سياسي ينبغي ان يكون عبر الصناديق. اذا ارادت الاراده الشعبيه السودانيه وجماهير الشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع ان تقدم ما تقدم وتعزل ما تعزل، فهذا هو الحق للشعب السوداني. يجب علينا ان نرجع الحق للشعب السوداني. وما في يعني الشعب السوداني 40 مليون او 41 مليون ان صح هذا الرقم، يعني ما بتكون هناك فئة 1000 ولا 2000 ممكن يعني يسلبوا هذه الإرادة ويتحدثوا. نشكرك كثير. الشعبية والشعرية الجماهيرية ده كلام مش صحيح. صناديق الانتخابات هي اللي بتحدد هذه. هي الفيصل. شكرا لك استاذ ابراهيم ادم ابراهيم، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، ونتمنى ان نشهد خلال الفترة القادمة إقامة الليالي السياسية والندوات السياسية لهذه الأحزاب حتى تلتصق بجماهيرها وبقواعدها وتستعد للانتخابات القادمة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ إبراهيم آدم إبراهيم، تابعت هذا الحديث أستاذ هشام. هل هنالك ردود فعل حتى الآن بعد صدور البيان الختامي سواء من قوى إقليمية أو دولية؟ قبل سويعات من الآن، نعم، 4 ساعات تقريبا صدر هذا الإعلان، والآن نحن في مرحلة الرأي العام، التداول مع الرأي العام، في تداول كبير جدا مع الرأي العام. الاتصال الإقليمي المبارك لهذه المبادرة تم قبل الإعلان أصلا، اللي هو مبارك للمبادرة ومخرجاتها باعتبارها حوار سوداني كما ذكرت لك، أنه سفارات كثيرة جدا حضرت حتى الجلسة الافتتاحية، سفراء دول ودبلوماسيين والمبعوث مبعوث منظمة الإيجاد و كذلك سفير الاتحاد الافريقي وغيرها، تم الالتقاء بهم وتنويرهم بالمبادره. وحتى كان في لقاء عقد لهم في مدينه مدوان بان مع الخليفه الطيب الجد، حضروا الجلسه الافتتاحيه وبالتالي اعلنوا وايدوا وباركوا هذه الخطوه باعتبارها حوار سوداني سوداني مخرج لهذا البلد. يعني فحاليا في ردود فعل كثيره جدا مشجعه ومباركه، بل في تنظيمات حتى لم تشارك بعثت برسائل، وانا شاهد على هذا الامر، بعثت برسائل تطلب الالتحاق بالمبادرة والتوقيع عليها. وكما ذكر أستاذ إبراهيم ذكر نقطة مهمة أفتكر، أنه العملية بتاعت الحوار مش وعملية نداء أهل السودان ما مفتوحة فقط للتوقيع بين السودانيين والدعم والتأييد، بل مفتوحة كذلك للتداول أيضا. حتى في الإعلان السياسي في نقاط ذكرت بين قوسين مكتوب جنبها مع تحفظات. مع تحفظات بتعني إيه؟ بتعني أنه في قوة داخل الإعلان أو في قوة خارج الإعلان متوقع تناقش هذه النقاط أو تعدل عليها بعض الأمر، والأمر مفتوح تماما. هل هناك من وقع ولديه تحفظات؟ لا، كل الذين وقعوا كانت تحفظاتهم في التداولات. وهو في النهاية الوفاق بيعني شنو؟ بيعني أنه نحن نتوافق على حد أدنى، ما بيعني نحن متوافقين في 100%. فمداولات المائدة المستديرة عبر 4 لجان، لجنة كانت تتكلم عن مراحل الهياكل المرحلة الانتقالية، ولجنة كانت بتتكلم عن العدالة الانتقالية والسلام، ولجنة كانت بتتكلم عن الهوية والثقافة والمجتمع، ولجنة كانت بتتكلم عن الاقتصاد ومعاش الناس. داخل هذه اللجان وبشكل متوازي حدثت مداولات كثيرة جدا بين القوى السياسية والمجتمعية والفعاليات السياسية المشاركة في المبادرة. ثم في اليوم حدثت المائدة المستديرة حتى أخذت الشكل الدائري. حقيقة ما كان فيه فقط في إدارة للنقاش بين الناس، لكنها كانت بشكل دائري. والشكل الدائري يعني أنه الجميع مستوي في الحضور، يعني ما في مركز للدائرة دي، في ما في منصة مركزية في الدائرة، الجميع في الدائرة في محيط الدائرة سواسية. فتم النقاش والتداول وإجازة توصيات الـ4 لجان اللي ذكرتها، وإجازة الإعلان السياسي بتوافق تام بين الذين شاركوا في نداء أهل السودان. ثم حتى هذا النداء لم يغفل الذين لم يشاركوا، بل فتح الأمر وحدد لجنة لاستمرار عملية الحوار واستمرار التواصل مع هذه الجهات. بل وكذلك نوع من ودي نقطة مهمة أفتكر أخلاقية وجزء من أخلاق المجتمع السوداني اللي هو الإيثار والتسامح فيما بينهم، إنه قال لو في مبادرات وفي تيارات تانية استمرت في فكرة الحوار حتى لو ما داخل منصة نداء أهل السودان، الأمر ده أمر جيد ومحمود.
باعتبار انه ثقافه الحوار ثقافه مهمه زي ما قلت لك في البدايه. نعم. وفكره العزل والاقصاء في المرحله الانتقاليه هي اس الازمه. هي اس الازمه. نعم. يبقى شرعيه المرحله الانتقاليه بتقوم على توافق. لما تجي الانتخابات في طريقه واحده للعزل السياسي اللي هي طريقه الانتخابات زي ما ذكرت ابراهيم، والمواطن هو الذي يقرر، تكون في صناديق الاقتراع. نعم. المواطنين بيصوتوا لناس. نعم. اللي ما صوتوا لهم ديل المواطنين، ديل المواطنين عزلوهم سياسيا. نعم. ده اسمه عزل سياسي، عزلك. نعم. الشعب السوداني. نعم. تاخذ 4 سنوات تعيد ترتيب صفوفك، تعيد ترتيب خطابك، وتجد شعب بيجيبك، ما في مشكله في الامر ده. فالحق ده الحق الانتخابي، والحق في انه نحن نتداعى كسودانيين على اسس وطنيه، نرفض التدخل الخارجي. نعم. نرفض العماله، نؤكد الحوار السوداني سوداني، نؤكد سياده البلد، نؤكد وحده البلد. الامور دي لو وضعت وتوافقنا حولها ان شاء الله بنمشي قدام. نعم. استاذ هشام الشواني، قبل ان نتناول بالتفصيل اهم النقاط التي وردت في البيان الختامي واهم هذه التوصيات، جاء هنالك تصريح لفول كربي انه ما زال يقود جهود يقول انها لمواصله دعم عمليه استعاده التحول الديمقراطي. وفي بيان هذه المبادره بعد اختتام مؤتمر المائده المستديره ان يتم انهاء تكليف هذه البعثه. يعني كيف ذلك؟ طبعا البعثه الامميه هي اخطات خطا كبير يعني. نعم. انها خطا فني حتى، انه ما التزمت بمهامها يعني، بغض النظر عن تصوراتنا الفكريه عن انه من الاساس تكون فيه ولا ما تكون فيه، تجي ولا ما تجي، جيته وقدومه واستقدامه، هل هو شرعي ولا ما شرعي، وده امر يعني قد نختلف فيه. وانا ما دار اقول الكلام اللي بنختلف فيه، دار اقول كلام موضوعي جدا بسيط نتفق عليه كلنا، انها تجاوزت الصلاحيات اصلا، لم تكن محايده. البعثه الامميه خسرت، فولكر الليله استعدى كل السودانيين، اي سوداني وطني هو يشعر بالعداء تجاه فولكر يعني. وده ما حال السودانيين، إذا لانه فولكر اخطا، اخطا لانه لم يكن محايد، واخطا لانه العمليه الفنيه بتاعت حواره والإحاطة اللي قدمها حتى في يناير أعتقد أو في فبراير، تصوراته اللي قدمها ككل هي تصورات معيبة وغير سليمة ولا تنضبط، كان منحاز إلى جهة، كان منحاز إلى جهة بالضبط. نعم. وده باعترافه هو حتى في لحظة من اللحظات، يعني في كلام عن إنه هم التقارير اللي نقلوها كانت جاية من جهات سودانية هي بتحمل طابعة، فأنت كيف تجيب تقارير جهات واحدة يعني، أنت ما عارف السودان ده متنوع. ففولكر وجوده مضر بالبلد باختصار، وكونه يكون هو راعي عملية الحوار ده خطأ كبير. نحن المائدة المستديرة، لكن لا خلاف على أن تكون هنالك بعثة، لا خلاف على كبير، لا في خلاف كبير على إنه البعثة الأممية أصلا هي بعثة خطيرة على البلد. واحدة من توصيات المؤتمر المائدة المستديرة كانت واضحة، لكن جاءت بطلب من السودان. ما هو الطلب، وده أمر ناقشناه قبل كده، الطلب لم يكن شرعي، ما في. نعم. جهة سياسية وطنية بتطلب تدخل بعثة أممية متكاملة بمهام فضفاضة واسعة بدون مشاورة برلمان. الوضع كان مختل، ما هو أصلا وصلنا المرحلة دي شنو؟ نعم. إنه الوضع كان مختل من بعد 11 أبريل ومن أغسطس اللي جات فيه الوثيقة الدستورية والحكومة بتاعت السيد عبد الله حمدوك، الوضع كان مختل تماما. واحدة من أهم جوانب اختلاله إنه تم البدء في قضايا كبيرة بدون مشاورة الشعب السوري. إذا ما تم في 25 أكتوبر كان ضرورة؟ ما تم في 25 أكتوبر هو جزء من العملية الضرورية، هو نتيجة طبعا يعني. ما 25 أكتوبر ده واحدة من الأشياء المهمة، وده نقاش سياسي نتفق ونختلف حوله، انه ما 25 اكتوبر هو متصل بما قبل 25 اكتوبر. نعم. يعني ما صحينا الصباح وفي يوم وقبل ان نصحى نستيقظ في ذلك الصباح كنا في شرعيه وفي ديمقراطيه وننعم بالامور، وفجاه في 25 اكتوبر صحينا على اصوات الانقلاب. الكلام ده ما سليم، في عزل وفي اقصاء وفي هيمنه وفي مخاطر كثيره. لكن على اي حال قد ما يكون اليوم مناسب لتناول هذا الامر، لكن نؤكد وشيء، وده حقيقه اكد مؤتمر المائده المستديره، انه لابد من انهاء تكليف هذه البعثة الأممية بأعجل ما يكون وباتباع الطرق الفنية. نعم. اللي بتاع بقية النقاط المهمة في هذا البيان. النقاط المهمة كثيرة جدا، من أهم النقاط المهمة إنه أول شيء حددت برامج الفترة الانتقالية، إنها برامج تكون في الحد الأدنى من عملية. نعم. وخلق مؤتمر اقتصادي يعالج بشكل علمي وشكل عملي من خبراء وطنيين سودانيين، يعالج ويوقف التدهور الاقتصادي السوداني، وكذلك مهمة استكمال السلام ومهام حول تعزيز الديمقراطية والوصول للانتخابات، وقبلها التوافق على قانون للانتخابات بحيث إنه لما نصل للانتخابات يكون الجميع معترف بنتيجة تلك الانتخابات. دي بشكل عام البرامج. نعم. أيضا الإعلان السياسي قال خلال الفترة الانتقالية التشريع يكون في حد الأدنى،
نكتفي بالتشريع الضروري فقط للانتخابات، يعني نشرع قانون للانتخابات. والجهة التي ستشرع ما هي؟ الجهة التي ستشرع، وهذه كانت نقطة مهمة جدا ذكرت في الإعلان، إنه الليلة أي هيئة تشريعية تمثل صوت الشعب السوداني يجب إنها تكون منتخبة. وواحدة من أكبر المشاكل اللي كانت قبل في الفترة الفاتت إنه من القوى السياسية اللي حكمت في تلك الفترة لم تستطع التوافق على هيئة تشريعية، ولن تستطع التوافق على هيئة تشريعية. يبقى بالضرورة إنه التشريع يكون في حده الأدنى، وخلق آلية بالاستعانة بالتجربة السودانية. في تجربة سودانية في 85 كانت بتخرج تشريعات بمراسيم دستورية مشاركة بين القائد العسكري في ذلك الوقت اللي هو قائد الجيش، المشير رحمه الله عبد الرحمن سوار الدهب، والحكومة مجلس الوزراء. مراسيم دستورية تكفي للحد الأدنى لعملية التشريع مع الاستعانة بمفوضية للانتخابات مثلا في تشريعات قانون الانتخابات، ومفوضية حول الأحزاب في تشريعات ضرورية لقانون الأحزاب. فقط بهذين التشريعين ممكن نعبر خلال المرحلة الانتقالية بدون الاستفاضة في تشريعات ما بنملك ولا بتملك حكومة الفترة الانتقالية الحق في تغييرها بدون هيئة برلمانية أو بدون برلمان منتخب من الشعب السوداني، أو بدون مجلس تشريعي، يعني خلينا نقول عشان ما نقول برلمان، بدون مجلس تشريعي منتخب. الوحيد اللي بيقرر في قضايا مهمة وتشريعية في الأسرة وفي الطفل في الزواج في المواقف في الشكل الحكومة في الشكل الحكومة الدولة في الدستور في غيرها من القوانين الكبيرة حول البلد هي هيئة تشريعية منتخبة من السودانيين. فالنقطة دي ذكرت وتم تأكيدها في المؤتمر، إنه يجب الاكتفاء بالحد الأدنى من التشريعات الضرورية عبر مراسيم مشتركة زي ما ذكرت قبل شوية. النقطة المهمة كذلك في البيان الختامي وفي الإعلان السياسي لمؤتمر المائدة المستديرة، إنه نحن حنرجع لدستور 2005 لأنه جاوب على سؤال المرجعية الدستورية ونظام الحكم. فقام المؤتمر أكد بالإجماع إنه دستور 2005 مع التكييف الضروري الموضوعي له، ومع المواءمة، مع اتفاقيات سلام موجودة ووقعت في البلد، نخرج من هذه المواءمة ومن هذا التكييف بمرجعية دستور 2005، نطلع بوثيقة دستورية بمرجعية دستور 2005. ليه؟ لأنه لما رجعنا في التاريخ السوداني دستور 2005 صنع بتوافق وطني كبير في الوقت ذاك، يعني في إجماع كبير بعد اتفاقية السلام شارك فيه، أيوة اليسار شارك فيه، حتى الحزب الشيوعي بعد الدستور ده شارك في البرلمان الأجاز الدستور، وشخصيات قومية زي شخصية مثلا فاروق أبو عيسى رحمه الله وعلي محمود حسنين رحمه الله، دي شخصيات قومية سودانية لها كل الاحترام، شاركت في وضع هذا الدستور وأكدت عليه. فهو دستور في روحه في جوهره كان ناتج عن توافق، حتى توافق عالمي وإقليمي أيا كان اختلفت التقييمات حول طبيعة 2005 والمرحلة الانتقالية في ذلك الوقت. فهذه المرجعية وهذا الدستور يصلح كنوال التوافق السودانيين، وهو بيجيب على نظام الحكم بعد المواءمة والتكييف. والمؤتمر أكد أن نظام الحكم نظام فيدرالي ولا مركزية إدارية، ده نظام للحكم، وكأننا بنرجع لنظام الحكم المختلط، لأنه إحنا في خلال الثلاث سنوات الفاتت فجأة كده بدون مشاورة أي زول قفزنا للنظام البرلماني، وده أمر طبعا ما بيحصل بالسرعة دي، ده بيعمل خلل في بنية الدولة أصلا، وده اللي حصل فعلا. فالعودة للنظام المختلط، النظام اللي فيه يعني بيجمع بين سلطات سيادية وسلطات تشريعية وسلطات لرئاسة الوزراء ومفوضيات، كذلك سلطات مخصصة للمفوضيات وممنوحة لها الفترة الانتقالية. الهيكل الستركشر بتاع 2005 مناسب لهذا الأمر، والأمر ده سبحان الله كان رأي قوة سياسية كثيرة جدا في السودان ومتنوعة المشارب. فهذه النقطة أجاب عليها المؤتمر. النقطة الثالثة والمهمة أجاب على أمد وأجل الفترة الانتقالية كما ذكرت. قال الأمد متصل ب 18 شهر من بداية الإعلان السياسي. كذلك أجاب على طبيعة المهام والبرامج الكلية خلال الفترة الانتقالية كما ذكرت، ومتصلة بتسيير وتصريف حكومة. فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية أشار لخلق المؤتمر، وهذه كان نقطة مهمة لأنه إحنا بنتحرك كدولة سودانية في صراع جيوسياسي حاد في المنطقة في المنطقة وفي العالم كمان، كلنا شهود على الحرب الروسية الأوكرانية وغيره. فهو ذكر بالنص كنقطة للتوافق إنه إقامة علاقات خارجية سودانية متوازنة تبتعد عن سياسة المحاور وتراعي المصالح المصالح تبتعد عن سياسة المحاور، إنه نحن ما تبع لمحور، ما نحن في تبعية مطلقة لمحور ما في العالم ده. نحن تحركنا سيادتنا الوطنية ويحرك سياستنا الخارجية التوازن والاعتدال وحق شعبنا وحق الشعوب في قيم الكرامة والحرية والعدالة. فالأمر ده تم تأكيده في السياسة
الخارجية. وكذلك من النقاط المهمة كان في كلام عن دور القوات المسلحة، انه ضروري بجانب مجلس الوزراء يكون في مجلس اعلى للقوات المسلحة مسؤول عن الامن والحفاظ على الامن والدفاع وهيبة الدولة وحفاظ على وحدة اراضيها وحماية الدولة من الاعتداء الخارجي، وهذا امر مهم حتى متسق مع. هل هنالك حاجة لحاضنة اقليمية او عربية تدعم هذه المخرجات؟ نحن محتاجين لجهود كل الأصدقاء من حولنا، لكن ما محتاجين لمحور معين ولا حاضنة معينة إقليمية ولا دولية ترعى إرادتنا الداخلية. وهذا أصلاً واحد من المشاكل، إن المؤتمر ده أكدت على عزة وسيادة الدولة السودانية. السودانيون هم رعاة مصلحتهم أصلاً، هم برعوا مصلحتهم وهم اللي بيحددوا خيارهم، وبيكون في مجهود دبلوماسي مهم الفترة الجاية بإذن الله بعد تشكيل الحكومة. وزارة الخارجية عندها دور كبير جداً لحشد كل الجهود الإقليمية والدولية لدعم عملية الانتقال في السودان. فبالتالي السودان ما ماشي نحو سياسة انغلاق بأي حال من الأحوال. هو بيمد أيديه للعالم، بكل العالم كحاله أصلا. واحدة كذلك من أهم النقاط اللي ذكرت في المؤتمر المائدة إنه تأكيد وإبراز الدور الإقليمي للسودان. السودان كان دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، ودولة عندها دور كبير جدا في القضايا الإقليمية من حولها. دور السودان في يوم من الأيام كان بيصالح بين الدول وكان بيصالح بين الأنظمة. فاليوم لا بد من أن السودان يعود لدور الإقليمي في المنطقة، وفي قضايا إقليمية كثيرة تهم الدول من حوله وتهم العالم. فنحن ما محتاجين لرعاية مباشرة، محتاجين لدعم من كل العالم من حولنا بقيادة وبريادة سودانية تدعم قرارات أهل السودان. يعني هذه التوصيات لمن تسلم، وما هي آلية متابعة إنفاذ هذه التوصيات؟ هذه التوصيات تسلم وتطرح للرأي العام أولاً، وللقوى السياسية. تم خلق آلة للتواصل مع القوى السياسية جميعها التي شاركت أو التي تحفظت أو التي لم تشارك. التي شاركت طبعاً أصلاً هي موجودة في الآلية نفسها، لكن التي تحفظت والتي امتنعت يعني، وكذلك مع الفعاليات الاجتماعية الأخرى لحشد الدعم لهذه المقررات. ده نقطة أولى ومهمة جداً. النقطة الثانية خلق نفس الآلية دي زي ما هي حتتواصل مع القوى السياسية، حتتواصل مع القوى المجتمعية، حتتواصل كذلك مع السلطة القائمة في أرض الواقع. لأنه أي توافق سلطة الواقع بالضبط كده، ما هو ما ممكن يحصل توافق بين أهل السودان ونسعى في عملية حوار ونتواصل مع مكونات سياسية بدون التواصل بالمخرجات اللي وصلنا لها مع كذلك مع القوى أو مع السلطة القائمة حاليا في البلاد. فستسلم لهذه السلطة هذه المقررات، وستسلم للقوى السياسية كذلك، وستستمر عملية الحوار. بمعنى أنه المؤتمر ما شايل مقررات بشكل تفاوض ومحاصصة حزبية داير يمشي يفاوض بها. هل هنالك مدى زمني محدد لهذه التوصيات أن تنفذ؟ هي طبعا التوصيات موجهة للحكومة اللي حتتشكل، وبالتالي إنفاذها متصل بتشكيل الحكومة. لكن الإعلان السياسي لابد أنه بأعجل ما يكون يتم التداول حوله، ونستعجل بدعمه ونستعجل بتأكيده وتنفيذه. البلد اللي فيها فراغ سياسي كبير، والبلد لمدة أكثر من 6 شهور بلا حكومة، فمن الضروري إنه هذا الإعلان السياسي يلقى حظه من التطبيق بأعجل ما يكون. المؤتمر ما وضع أجل معين لأنه عملية الحوار ما عنده أجل معين محدد، لكن في أعجل ما يكون وفي أقرب ما يكون، وده أمر متروك للجنة اللي خرجت من المؤتمر باعتبار لجنة. أستاذ هشام الشباني، يعني باعتبارك رئيسا للجنة الشبابية بمبادرة نداء أهل السودان الوفاق الوطني، وما زال الشارع يعني يشهد يعني حركة للشباب وحراك في الشارع، كلمة للشباب. أنا عندي كلمة بسيطة للشباب في دقيقة لو سمحت. في دقيقة، إنه الاعتراف وقبول الآخر، الاعتراف وقبول الآخر هو نتيجة لاعترافنا بأنه مقدماتنا وتصوراتنا حول الواقع مختلفة. نحن شباب وغيرنا شباب، واللي في الشارع شباب، وكنا في الشارع قبل كده وغيرنا كان في الشارع. نحن تصوراتنا مختلفة ومقدماتنا مختلفة، وبالتالي موقفنا السياسي الناتج من تصوراتنا مختلف. يبقى أحسن نتحاور بدل ما نخون بعض وبدل ما نزايد على بعض. رسالتي الأخيرة اليوم إنه ما يخافوا من منه، مش من السلطة، لا، ما يخافوا من أنفسهم وما يخافوا من المزايدات. دول يكون شجاع ويقول الحق وما يترددوا في الحوار، وما يترددوا في أي في الموقف اللي بيروه أيا كان، في الحوار في غيره، ما يترددوا، ما يتخوفوا من 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 مزايدات، ما يتخوفوا من اغتيال شخصيات، ما يتخوفوا من الكلام ده. دي بيئة فاسدة يجب إصلاحها، وإذا انصلح على الشباب انصلح على هذه البلاد بإذن الله، وانصلح مستقبل إن شاء الله. بإعتبار الشباب هم النسبة الأكبر من تعداد الشعب السوداني.
سعدنا كثيرا بحضورك في هذا المشهد الأستاذ هشام الشواني رئيس اللجنة الشبابية بمبادرة نداء أهل السودان الوفاق الوطني، وإن شاء الله مساحات أخرى نواصل فيها الحديث حول هذه المبادرة ومتابعة إنفاذ توصيات هذه المبادرة. لك التحية، التحية لكل المشاركين الذين اقتطعوا من وقتهم ما مكنهم من المشاركة في جلسات هذا المؤتمر، مؤتمر المائدة المستديرة. تحية لمشاهدينا في هذا اليوم الذي يصادف الاحتفال بالعيد 68 للقوات المسلحة السودانية، وأعتقد يعني المناسبتين في يوم واحد لها مدلولها، ونحن نسعى لتوطين دولة تقوم على ركائز الديمقراطية والوفاق الوطني، وللقوات المسلحة دور في حماية هذه الدولة وفي أن تقف في خندقها مدافعة عن استقلال السودان وعن حماية أرضه ومواطنيه. تحية للقوات المسلحة، وإذا سمحتم لي أن أحيي بصفة خاصة كل أفراد القوات المسلحة من القائد العام وحتى آخر مستجد في هذه القوات المسلحة، ونخص بالتحية الدفعة 28. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكرر النداء على الجمع، أن نجتمع ونتوحد، ويكون هذا النداء بمثابة مبادرة لهذا الغرض حتى نصل إلى ما نصب إليه عند الله سبحانه وتعالى، وحتى نرضي ضمائرنا ونرضي وطننا ونرضي ديننا ونرضي وطننا.